السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الحصة الثانية التي سنقوم فيها بإذن الله بتصحيح الأنشطة المقترحة في الحصة السابقة، وأتمنى أن تكونوا يا صغاري قد أنجزتم واجباتكم في الدفتر البرتقالي حتى تتمكنوا من الاستفادة من أخطائكم. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. أضع الرمز المناسب، أصغر أكبر أو تساوي مكان النقط. إذن لدينا هنا مقارنة بين عددين 68 و95. قبل أن نقارن يا صغاري، يجب عليكم أن تحددوا رقم العشرات لكل عدد. إذن رقم العشرات للعدد 68 هو 6، ورقم العشرات للعدد 95 هو 9. إذن 6 هي أصغر من 9، إذن العدد 68 سيكون أصغر من العدد 95. إذن يجب عليكم أن تضعوا يا أطفال الصغار رمز أصغر. إذن ننتقل إلى مقارنة أخرى بين العددين 84 و87. إذن يجب عليكم أن تحددوا رقم العشرات. إذن رقم العشرات للعدد 84 هو 8، ورقم العشرات للعدد 87 هو 8. ماذا تلاحظون يا صغاري؟ أن لهما نفس رقم العشرات. إذن 8 تساوي 8. في هذه الحالة يجب عليكم أن تمروا إلى مقارنة رقم الوحدات للعدد 84 ورقم الوحدات للعدد 87. إذن رقم الوحدات للعدد 84 هو 4، ورقم الوحدات للعدد 87 هو 7. إذن 4 هي أصغر من 8، إذا سيكون العدد 84 أصغر من العدد 87. يجب عليكم يا صغاري أن تضعوا الرمز أصغر. نفس الشيء بالنسبة للعددين 57 و75. يجب أن نحدد رقم العشرات للعدد 57 هو العدد 5، ورقم العشرات للعدد 75 هو 7. إذن 5 ستكون أصغر من 7، إذن العدد 57 أصغر من العدد 75. إذن أطفال الصغار يجب عليكم أن تضعوا الرمز أصغر. بالنسبة للسؤال الثاني، أقارن بين المجاميع بوضع الرمز المناسب، أصغر أكبر أو تساوي مكان النقط. إذن يجب عليكم يا أطفال الصغار أن تضعوا الرموز في مكانها المناسب. إذن لدينا هنا مقارنة بين كتابتين جمعيتين 30 + 10 = 20 + 10. لاحظوا جيدا أطفالي الصغار الكتابتين. إذن لدينا أعداد متساوية في كلا الكتابتين، وهو العدد 10 الذي يوجد في الكتابة الأولى ويوجد في الكتابة الثانية. إذن نشطب عليهما لأنهما متساويان. إذن بقي لدينا العدد 30 و20. إذن نحدد رقم العشرات للعدد 30 وهو العدد 3، رقم العشرات للعدد 20 وهو 2. إذن 3 هي أكبر من 2، إذن الكتابة الجمعية الأولى ستكون أكبر من الكتابة الجمعية الثانية. إذن سنضع الرمز أكبر. نفس الشيء بالنسبة للكتابة الجمعية الثانية. إذن سنقارن بين العدد 70 + 8 و70 + 20. كذلك لدينا أعداد متساوية موجودة في كلا الكتابتين. أن العدد 70 يوجد في الكتابة الأولى والعدد 70 يوجد في الكتابة الثانية. إذن هما متساويان، إذن نقوم بالتشطيب عليهما. إذن بقي لدينا العدد 8 والعدد 20. لاحظوا معي أطفال الصغار أن العدد 8 يتكون من رقم واحد، والعدد 20 يتكون من رقمين. إذن العدد الذي يتكون من رقم واحد سيكون أصغر من العدد الذي سيتكون من رقمين. إذن نضع الرمز أصغر يا أطفالي. ننتقل إلى تصحيح تمرين رقم 3. مرتب الأعداد التالية ترتيبا تنازليا. ما معنى الترتيب التنازلي؟ هي أن نرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. نقرأ الأعداد أولا: 24، 12، 52، 43 و34. قبل أن نقارن يجب علينا أن نحدد رقم العشرات لكل عدد. إذن 24 رقم عشراته هو 2.
12 رقم عشراته هو 1. 52 رقم عشراته هو 5. 43 رقم عشراته هو 4. 34 رقم عشراته هو 3. إذا نقرأ رقم العشرات. لدينا 2 1، لدينا 2 1 5 4 3. إذا من لديه أكبر رقم العشرات؟ هل هو العدد 2 أم 1 أم 5 أم 4 أم 3؟ إذا أكبر العدد يا أطفالي الصغار الذي لديه أكبر رقم العشرات هو العدد 5. إذا 52 هو أكبر الأعداد. إذا نكتب 52، نضع الرمز أكبر ونثبت على العدد 52. إذا نعيد قراءة رقم العشرات مرة أخرى. 2 1 4 3. من لديه أكبر رقم العشرات؟ هل هو العدد 2 1 أم 4 أم 3؟ إذا 4 هي أكبر رقم العشرات، أكبر من 2 وأكبر من 1 وأكبر من 3. إذا نكتب العدد 43. نضع الرمز أكبر، كذلك سنقوم بالتشطيب عليه. إذا نقرأ مرة أخرى رقم العشرات. 2 1 3. يا أطفالي الصغار، من لديه أكبر رقم العشرات؟ هل هو 2 1 أم 3؟ إذا أكبر رقم العشرات هو العدد 3، لأن 3 هي أكبر من 2 وأكبر من 1. إذا سنكتب العدد 34. كذلك سنقوم بالتشطيب عليه. إذا بقي لدينا عددان، 2 رقم العشرات و 1 رقم العشرات. إذا 2 هي أكبر من 1. إذا سنكتب العدد 24، لأن 24 أكبر من 12. إذا سنضع الرمز أكبر. كذلك سنقوم بالتشطيب عليه. وفي الأخير بقي لدينا العدد 12، لأنه سيكون أصغر عدد. هكذا كانت حصتنا اليوم في تصحيح الأنشطة الداعمة في مادة الرياضيات. شكرا أعزائي التلاميذ على المتابعة. نلتقي غدا في أنشطة أخرى، والسلام عليكم.